بالفيديو السابق تعرفنا على الامبروبر انتيجرال لما بيكون عندي احد الحدود انفينيتي مثلا من a لموجب انفينيتي او من سالب انفينيتي ل b او من سالب انفينيتي لانفينيتي، وتعرفنا كيف ممكن انه نحل هذا التكامل. اليوم في عندي تايب 2 من الامبروبر انتيجرالز اللي هو discontinuous integrands. هذا التكامل بيكون في عندي مشكلة في الاتصال. الحالة الأولى بيكون الفانكشن continuous على الفترة A مفتوحة A مغلقة و B مفتوحة، يعني عندي مشكلة عندي ال B discontinuous عندي ال B. فكيف بدي أتعامل مع هذا التكامل؟ يعني عندي هون التكامل من A ل B وال B فيها مشكلة، راح أحولها للميت وأحط مكان ال B اللي هي المشكلة تي متغير، وآخذ الليمت تي تقترب من بي، بس هون راح أحكي من ناحية واحدة اللي هي من ناحية اليسار فقط، وأكمل التكامل عادي. النوع الثاني اللي هو الاف كونتينيوس بالفترة A مفتوحة وبي مغلقة، يعني discontinuous عند ال A، معناته المشكلة هون عند ال A. فشو بدي أعمل؟ برضو بحولها لليمت، مكان ال A بحط ال T المتغير، وهاي ال B بتضلها زي ما هي، وهون باخد الليمت T تقترب من A من ناحية اليمين، من ناحية واحدة فقط، وبكمل التكامل عادي. طبعا هون ليش يمين مرة ومرة يسار؟ هلأ الفترة A و B مثلا هون، لما آجي أنا بدي آخد الليمت الليمت عند ال A، راح اخذ من جهة واحدة اللي هي جهة الاعداد اللي اكبر من ال A، فراح تكون جهة ايش؟ اليمين. والليمت عند ال B راح تكون من جهة الاعداد اللي اقل من B اللي هي راح تكون اليسار. تمام. هلا زي ما حكينا بالفيديو السابق، اذا كان عندي الامبروبر انتجرال الليمت موجودة بنسميه كونفيرجنت، واذا كانت الليمت مش موجودة does not exist بنسميه ايش؟ divergent. طيب الحالة الثالثة اللي هو راح يكون في عندي مشكلة في عدد c، هذا الفانكشن discontinuous عندي c. طيب c وين بتكون؟ c بتكون محصورة بين ال a وال b، يعني c موجودة بالفترة، عندي الفترة من a ل b، ال a تمام وال b تمام، لكن هون في نقطة c الفانكشن مش متصل عندها. فشو بدي اعمل للتكامل؟ برضو راح استخدم الليمت، لكن اول شيء راح اقسمه لتكاملين من a ل c f ال x d ال x زائد من c ل b f ال x d ال x. هاي c اللي هي المشكلة راح استخدمها هون واستخدمها هون. طيب كيف بحل هلا هذا التكامل؟ كيف بحله؟ بحله على حسب الحالة الأولى، والتكامل الثاني بحله على حسب الحالة الثانية، كل واحد لحال، كل واحد سؤال منفصل لحال. هلا نبدأ بالأمثلة. أول مثال عندي التكامل من 2 ل 5، 1 على جذر الإكس ناقص 2 دي إكس. طيب هلا هذا الفانكشن بدي انتبه قبل ما ابدا احل، فانكشن سهل، تكامل سهل، لكن هون بدي انتبه انه في عندي التنين. طيب شو يعني التنين؟ التنين هون صفر مقام، فالفانكشن من واحد على جذر الاكس ناقص 2 هذا discontinuous عندي الاثنين، معناته هذا التكامل هذا امبروبر، ويبدو انه تكامل عادي، لكن بدي انتبه لنقاط عدم الاتصال، فهذا improper integral. فرح أحله هلأ باستخدام الليمت، رح أكتب ليمت مكان الاثنين رح أحط t، وهون الخمسة، و t تقترب من 2 من ناحية اليمين. هلأ هذا التكامل الجذر بحوله لقوة نص وبرفعه للبسط، فشو بصير؟ x ناقص 2 قوة سالب نص، زبطت شكله بس ما كملته. هلأ بكامل الليمت بتنزل،
x ناقص 2، طبعا هذا لينير تكامل عادي، بزيد واحد هون على سالب نص زائد واحد. فشو بصير؟ هون نص على نص اللي هي رح تكون مضروبة باتنين من تي لخمسة. هلا بعوض، هاي الليمت بتنزل زي ما هي، بعوض بالخمسة بداية، فرح تكون اتنين خمسة ناقص اتنين اللي هي ثلاث قوة نص، ناقص بعوض بالتي بتصير اتنين تي ناقص اتنين قوة نص. طبعا تي ناقص اتنين قوة نص هاي عبارة عن ايش؟ عن جذر، فخليني اكتبها جذر. طيب هلا بحسب الليمت، الليمت شو رح تصير؟ طبعا هون عندي اتنين جذر ثلاث، هذا عدد ما في حساب للليمت، بضلوا زي ما هو. هلا التانية اللي هي تي تقترب من اتنين من ناحية اليمين، فلما بعوض باتنين هون شو بتصير؟ اتنين ناقص اتنين صفر، فهاي كلها بتروح ايش؟ زيرو. فهاي بتروح ايش؟ زيرو. فرح يضلوا جواب الليمت اتنين جذر الثلاث، معناته هذا التكامل convergent، التكامل اللي كان عندي من اتنين لخمسة واحد على جذر الاكس ناقص اتنين دي اكس، هذا convergent. وشو بيساوي جوابه؟ اتنين جذر الثلاث. المثال الثاني تكامل من صفر لباي اتنين سيكند الاكس دي اكس فقط. هلا هون في عندي نقاط عدم اتصال، نعم عندي الباي اتنين، ليش الباي اتنين؟ طيب هلا سيكند الباي اتنين اللي هو واحد على كوساين الباي اتنين، كوساين الباي اتنين صفر، فواحد على صفر انفينيتي، فهون في عندي مشكلة. اذا هون هذا التكامل هذا عبارة عن امبروبر انتجرال من النوع الثاني. اوكي بحولها لليمت، اذا السؤال بتصير ليمت الصفر ما في مشكلة، مكان الباي اتنين بتصير تي، وبصير عندي هون تي تقترب من باي اتنين من ناحية اليسار سيكند الاكس دي اكس. طيب ليمت تي تقترب من باي اتنين من ناحية اليسار، هلا سيكند الاكس شو تكاملها؟ طبعا سيكند الاكس اللي هي احنا كاملناها بانه احنا نضرب بسيكند الاكس زائد تان الاكس على سيكند الاكس زائد تان الاكس، فبيطلع تكاملها لن سيكند الاكس زائد تان الاكس. طبعا ما ننسى انه عندي التكامل من صفر لتي. طيب هلا باجي بعوض هاي الليمت تي تقترب من باي اتنين من ناحية اليسار، بعوض بالتي بتصير لن سيكند التي زائد تان التي ناقص لن سيكند الزيرو زائد تان الزيرو. هلا تان الزيرو زيرو وسيكند الزيرو هاي واحد، فبتصير لن الواحد بتروح ايش؟ كلها زيرو. طيب هلا ليميت لن ابسوليوت فاليو لسيكند تي زائد تان تي عندما تي تقترب من باي اتنين من ناحية اليسار، هون التان راح تكون جوابها انفينيتي والسيكند كمان جوابها انفينيتي، فلن الانفينيتي طبعا لانه انفينيتي زائد انفينيتي، فلن الانفينيتي راح تصير ايش؟ انفينيتي، وهون الجواب راح يكون موجب انفينيتي، وبالتالي التكامل من صفر لباي اتنين سيكند الاكس دي اكس هذا بيكون ايش؟ دايفيرجنت. مثال الأخير التكامل من صفر لثلاث
دي اكس اكس ناقص واحد. شوفوا هلأ الصفر ما في عندي مشكلة، صفر ناقص واحد عادي، والثلاث ثلاثة ناقص واحد ما في مشكلة، لكن في عندي مشكلة هون لما اكس بتساوي واحد راح تكون في عندي مشكلة، راح يصير الفانكشن discontinuous. معناته الفانكشن واحد على اكس ناقص واحد discontinuous at x تساوي واحد. إذا هذا التكامل improper integral. طيب شو بعمل؟ بفصله لتكاملين، بيصير عندي من صفر لواحد، واحد على x ناقص واحد دي x، زائد من واحد لثلاث، واحد على x ناقص واحد دي x. طيب هلأ نبدأ بالتكامل الأول ونحله، بعدين بنرجع للثاني. صار عندي كأنه سؤال جديد، من صفر لواحد تكامل واحد على x ناقص واحد دي x. طيب هذا رح يصير ليميت من صفر لتي، وتي تقترب من واحد من ناحية اليسار، واحد على x ناقص واحد دي x. طيب هذا تكامله ايش؟ تكامله لين، لين أبسوليوت فاليو لإكس ناقص واحد من صفر لتي. طيب خلينا نعوض، ليميت تي تقترب من واحد من ناحية اليسار زي ما هي، لين أبسوليوت فاليو لتي ناقص واحد ناقص لين أبسوليوت فاليو لصفر ناقص واحد. طيب هلأ ها شو بتصير؟ لين أبسوليوت فاليو لسالب واحد يعني لين الواحد وتساوي ايش؟ صفر. وهون هاي كلها راحت زيرو، ضل عندي فقط ليميت لن التي ناقص واحد ابسوليوت فاليو تي تقترب من واحد من ناحية اليسار. هلا على جانب عشان اخلص من الابسوليوت فاليو، لو اعدت تعريف بدي اعيد تعريف التي ناقص واحد ابسوليوت فاليو، طبعا راح اعيد تعريفها عند الواحد. من ناحية اليمين راح تكون تي ناقص واحد، ومن ناحية اليسار واحد ناقص تي. أنا شو اللي بدي إياه؟ بدي من ناحية اليسار، يعني بدي واحد ناقص تي. فبصير السؤال ليميت تي تقترب من واحد من ناحية اليسار لين التي سوري لين الواحد ناقص تي اللي هي هاي. اوكي هلا بعوض بالواحد، فراح يصير عندي لين زيرو اللي هي راح تصير سالب انفينيتي. سالب انفينيتي معناته التكامل من صفر لواحد، واحد على اكس ناقص واحد دي اكس، هذا طلع ايش؟ دايفيرجنت. معناته ما في داعي أكمل هون، الجزء الأول طلع divergent، معناته ما في داعي أغلب حالي وأحسب التكامل من واحد لثلاث وباجي مباشرة على من واحد لثلاث وباجي مباشرة على سؤالي اللي هو من صفر لثلاث التكامل dx على x ناقص واحد، هذا خلص divergent بدون ما أحسب التكامل من واحد لثلاث، يعني بكتفي بالجزء الأول. ودمتم بخير.